بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ في الدرس الرابع من الوحدة الثانية الخاص بالحراك العربي، ونلاحظ الأسئلة التي وردت داخل الامتحان لعام 2020 و2019، ونشوف الأسئلة. الخيارات من متعدد: ما الأثر السلبي للحراك العربي من الناحية الاجتماعية؟ هجرة الملايين داخل البلاد وخارجها، تغذية الخلافات المذهبية، انتشار المجاعة والفقر، الاعتماد على الخارج في التموين والتسليح. والإجابة الصحيحة هجرة الملايين داخل البلاد وخارجها. 2. بماذا تمثل الظرف الخارجي للحراك العربي؟ بالتدخل الأمريكي والاحتلال الصهيوني، ارتفاع وتيرة الحرب الباردة بين المعسكرين، ارتفاع أسعار السلع والمنتجات الغذائية، اتساع الفروق الطبقية والمذهبية. والإجابة الصحيحة التدخل الأمريكي والاحتلال الصهيوني. نشوف الفقرة اللي بعدها: ما أبرز النتائج السلبية للحراك العربي؟ ضعف قدرة الشباب على التنظيم والتجمع، طبعا هذا لا. أصاب القضية الفلسطينية نوع من التهميش، ظهور تنظيمات سياسية ودينية معتدلة، تعديل الدساتير العربية. والإجابة الصحيحة رقم ب، أصاب القضية الفلسطينية نوع من التهميش. أي من الآتي تندرج تحت الآثار السلبية للحراك العربي في المجال الاجتماعي؟ ظهور تنظيمات إسلامية مسلحة، ازدياد البطالة والفقر، تدمير المباني والمصانع، ارتفاع عدد القتلى. والإجابة ارتفاع عدد القتلى. لازلنا بأسئلة الخيار من متعدد: ما الإصلاحات التي قامت بها السعودية لمنع امتداد الربيع العربي إليها؟ رفع الأجور، إصلاح القضاء، بناء مساكن جديدة، تعديل الدستور. والإجابة رقم ب، بناء مساكن جديدة. ما الدولة العربية التي عملت على تعديل الدستور وإصلاح القضاء خشية من امتداد الربيع العربي إليها؟ طبعا الإجابة الصحيحة زي ما احنا شايفين هي المغرب. نأتي للأسئلة المقالية التي وردت في الدورة الثالثة لعام 2020. وضح الظروف الداخلية التي أسهمت في اندلاع الحراك العربي. فقرة طويلة الظروف كلها. اختلفت الظروف تبعا للتطور السياسي ونمو مؤسساته وطبيعة الحكم ومقوماتها الاقتصادية. غالبا كانت تبدأ بمطالب اقتصادية وتتغير إلى تغيير المطالبة بتغيير نظام الحكم. لقد تفاوت النمو الاقتصادي من دولة إلى أخرى، فمنها دول قطعت شوط كبير كالخليج وسوريا وليبيا، ومنها تعثر اقتصاديا وارتفعت في نسبة البطالة والفقر كتونس ومصر والسودان والمغرب واليمن. لذلك بدأوا يطالبوا بتحسين ظروفهم الاقتصادية. من الناحية الاجتماعية بقيت الفوارق الطبقية والعرقية والمذهبية دون حلول. حدث تفاوت لصالح العائلات والقيادات الحاكمة، وهمشت فئات أخرى، ومن هنا بدأت المطالبة بالمساواة كمثال بين الشيعة والسنة. حدثت في منطقة البحرين المطالبة بالمساواة بين الشيعة والسنة. نستكمل: ما هي النتائج الإيجابية للحراك العربي؟ المرة هاي طالب نتائج إيجابية. استطاع الحراك إظهار قوة الجماهير وانعتاقها من الخوف كالشباب والنساء والأطفال، ومقدرة الجميع على التجمع في الميادين ورفع الشعارات وإسقاط أنظمة كما حدث في تونس ومصر وليبيا. تمام. حققوا نجاحات جزئية في الحصول على إصلاحات سياسية كإصلاحات القضاء في المغرب، وإصلاحات اقتصادية كرفع الأجور بالكويت وبناء المساكن في السعودية. إذن في إصلاحات سياسية حدثت في منطقة المغرب، وإصلاحات اقتصادية حدثت في الكويت و السعودية. تتبع مسار الحراك الشعبي في اليمن، فقط يريد منطقة اليمن من 2011 ل 2017. في اليمن خرجت مظاهرات سلمية
على سياسة الرئيس علي عبد الله صالح. هذه المظاهرات انتهت بتنازل الرئيس عن منصبه في 2012، إذن هي أول مرحلة عديناها، لكن هذه الأوضاع لم تهدأ وتحولت لحرب أهلية، وقتل الرئيس علي عبد الله صالح في 2017، والإجابة فقرة صغيرة جداً. وضح الظروف الخارجية التي أدت إلى اندلاع الحراك العربي. يعني صار عندنا سؤال خاص بالحروب بالظروف الداخلية، الآن خاص بالظروف الخارجية. ارتبطت الظروف الخارجية بدول مثل الولايات المتحدة، حلف شمال الأطلسي أو الناتو، والاحتلال الصهيوني. كانت لهم رغبة في خلخلة الوطن العربي وتمزيق وحدته، فقاموا باحتلال العراق. منذ أن تمت احتلال العراق على يد القوات البريطانية الأمريكية في 2003 أدى إلى تمزيقه، نجحوا في نشر الطائفية بين المسلمين السنة والشيعة، والعرقية بين الأكراد والعراق، وفتحت شهية المحتل لاستنساخ التجربة، أي تطبيقها على بلدان أخرى، وخاصة المناوئة لسياسة أمريكا، مستغلة قضايا كقضايا الديمقراطية، ومستغلة قضايا كقضايا حقوق الإنسان. هذا السؤال الأخير اللي حيورد عنا خاص بدرس الحراك العربي. استنتج أثر الحراك على الصعيد الفلسطيني. أصاب القضية بنوع من التهميش، تحولت الأنظار للتركيز على مجريات التحولات في المنطقة وليست فلسطين، أعطى الفرصة للاحتلال الصهيوني للتنكر من التزاماته مع دولة فلسطين، زادت وتيرة الاستيطان ومصادرة الأراضي وسياسة التضييق على السكان. بهيك نكون خلصنا الوحدة الثانية من درس من الدراسات التاريخية الخاصة بالثاني عشر. الأسئلة اللي واردة بالامتحان إن شاء الله في الوحدة الثانية، ندرج برضو الأسئلة اللي وردت في 2019 والأسئلة اللي وردت في 2020.